السلام عليكم. السلام عليكم. عندنا مثالنا التالي: كيفية رسم مخططات القص والقوى المحورية وعزوم الانحناء بطريقة السكشن لل simply supported continuous simply supported beam، تالي المحمل بالأحمال. تالي عندنا محمل بأحمال مختلفة، بي عزم وبي حمل منتشر موزع بشكل منتظم، وبي قوة مركزة، وبي حمل موزع بشكل مثلث. مبدئيا قلنا قبل كل شيء لازم نحلل تحليل خارجي حتى نطلع الرياكشنات، تعرفوها تاخذون summation fx، summation moment، summation fy. هسه انا ماخذ summation moment حول الـ a حتى يطلع الرياكشنات بال وين عندنا بال دي. هنا طبعا نعطيني internal hinge لانه عندي كم مجهول، 1 2 3 4 اربع مجاهيل، فلازم يعطيني boundary condition احل بي المجهول الاخر، لان ثلاثة ينحلن بثلاث معادلات توازن، معادلات توازن الثلاثة summation fx fy moment، فيبقى الواحد شلون احله؟ نعطيني boundary condition هو الانترنال هنج، افصل من عنده البيم الى جزئين واحل جزء وانتقل للجزء الاخر. هنا فصلنا الاي بي، حليناه على جهة، طلعنا الرياكشن بالبي اللي هو البي واي، اخذنا summation moment حول الاي، طلعنا الرياكشن بالبي واي، summation اف واي طلعنا الرياكشن بالاي. انتقل للجزء الاخر، طبعا ننقل الار بي واي على الجزء الاخر، هو نقطة بي مشتركة، ينتقل بنفس القيمة عكس الاتجاه، واطلع الرياكشن ايضا، اخذ مجموع العزوم حول نقطة اف، اطلع الرياكشن بال دي اللي هو ار دي واي باتجاه الواي، والسميشن اف واي راح تطلع لي قيمة الار اف واي، والسميشن اف اكس طبعا ما عندنا باتجاه الاكس اذا يصفر. بعد ما طلعت الرياكشنات الخارجية اجي انتقل اخذ سكاشن، اول سكشن اخذه بين الاي والبي راح يطلع لي بهذا الشكل، تعرفون شلون احنا ناخذ طريقة السكشن، واسوي جدول احط بي الان الاكزيال فورس والشير فورس والبندنج مومنت. طبعا هنا الاكزيال فورس صفر عندي لان ما عندي قوة باتجاه الاكس، الشير راح اخذ قطع، هنا من راح اخذ قطع طبعا على امتداد اكس، احول الحمل المنتشر الى قوة مركزية قيمته اربعة، اربعة في المد مالته اكس، اربعة في اكس اربعة اكس، واجي اطلع قيمة الفي. انا اللي يهمني اطلع هذني الفي والان والام بمنطقة القطع. طبعا الليمت ماتي من الصفر للستة، لان انا قطعت بين الاي والبي من الصفر للستة، طلعت قيمة الشير بالاكس 8، قيمة 8 يجين من الرياكشن الخارجي، وبين الصفر والستة 8 ناقص 4 اكس من المعادلة، وات اكس ايكوال تو 6 اعوضها بالمعادلة، اعوض بالمعادلة راح تطلع لي قيمة. طبعا هاي 8 من جتني، ايضا اقدر اعوض ات اكس تساوي 0 بهاي المعادلة راح تطلع لي 8، هنا 8 ناقص 4 اكس هنا ناقص 16. اخذ مومنت حول نقطة القطع، حول نقطة بالقطع حتطلع لي هاي المعادلة، عوض بيها بالاكس يساوي صفر، بين الصفر والستة تبقى نفسها، ات اكس تساوي ستة ايكوال تو زيرو. اجي امد القطع مالتي ما بعد النقطة بي، راح يصير عندي سكشن اثنين اثنين بين الستة والثمانية، لان هنا عندي بين الستة، هنا طبعا المسافة تراكمية ستة لهنا تصير ثمانية، لان ستة زائد اثنين ثمانية، حقطع هنا ايضا نفس الحالة، اخذ عدي ثلاث جدول بثلاث حقول، الشير الاكزيال فورس والشير فورس والبيندنج مومنت، اشكل معادلة، هنا راح يصير عدي الاكزيال زيرو لانه ثابت لان ما عندي قوة باتجاه الاكس، الشير حيكون الى قيمة ثابتة، يكون ثابت بين الستة وبين الثمانية، بين البي وبين السي، والمومنت تشكل من عدة معادلة، عوض ات اكس ايكول تو زيرو،
at x equal بين الستة وبين الثمانية و at x equal to 8. تمام، نكمل المسير مالتنا. أيضا نأخذ section 33، راح يوصل عندي القطع وين؟ القطع عندي راح يصير بال، أنا قطعت بين ال B وال D، قطعت بين ال B وال C العفو، أيضا آخذ قطع بين ال C وال D لأن عندي قوة هنا آخذ قبلها وبعدها. أخذت section 33 عبارة القوة أم أمد على امتداد X، المادة مالتي راح تصير الليمت ما بين 8 والعشرة، ليش؟ لأن لهنا 6 زائد 4 للدي 10 بين وين راح يصير؟ بين السي والدي، يعني بين 8 وبين العشرة. at x equal to 0 راح تطلع عندنا هاي القيم at x equal to 0 و x بين الثمانية وبين العشرة و x equal to 10 هاي راح تطلع عندي، وال axial force صفر، وال bending moment راح تشكل عندي معادلة من ال bending moment at x equal to 0. طبعا احنا نقدر نعوض، اريد اعوض at x equal to 0 او اعوض at x equal to 8 نفسها من هنا، يعني بين الثمانية والعشرة تقدر تعوض. احنا هنا طبعا مو at x equal to 0 العفو، حتى وهذا الجدول القبلة تعوض at x equal to limit الاول at x equal to 6 وبين الستة وثمانية و at x equal to 8 هاي هم نفس الحالة at x equal to 8 صححوها at x بين الثمانية وبين العشرة و at x equal to 10 تعوض الليمت الاول وبين الليمتين والليمت الاخير راح تطلع لي هاي القيم. انتقل اخذ سكشن 44 راح يصير عندي وين؟ بالتراينجولار لود ديستريبيوتد لود بالحمل المثلثي. حمل المثلثي هنا عندي مثلثات اثنين قائمة الزاوية، بالقائم الزاوية الاول راح يصير عندي قطع وبالقائم الزاوية الثاني قطع. ايضا راح يصير عندي هنا نشوف من راح تقطع، ايضا تأخذ الحمل المنتشر تحوله قوة مركزة نصف في القاعدة في الارتفاع، قاعدة تشقد هنا x ناقص 10، x ناقص 10 راح تصير لأن هنا x ومن البداية لهنا 10، x ناقص 10 الارتفاع q اللي هو الحمل. هنا أنا ما طول أخذت قطع الحمل باعتبار الحمل هنا ما أعرفه، هسه أشكل معادلة من الحمل نصف، قبل ما أشكل معادلة لازم أطلع قيمة الحمل. هذا أنا أخذت قطع من تشابه المثلثات، ستة ستة على ثلاثة يساوي كيو على إكس ناقص عشرة، راح تطلع عندي قيمة للكيو. بعد ما تطلع عندي قيمة للكيو نصف في القاعدة في الارتفاع راح أطلع قيمة اللود الجاي، القوة اللي جاية من الحمل المثلثي المنتشر. هنا n equal to 0 بالنسبة لل axial force قلنا ما عندنا قوة باتجاه ال x، الشير أطلع بنقطة القطع أم أخذ summation of y راح تطلع عندي معادلة للشير. المومنت عزم مجموع العزم حول النقطة بالقطع راح تطلع عندي هنا، راح تشكل عندي معادلة بالشير وبالمومنت. أعوض at x equal to 10 لأن أنا من الليمت من العشرة لـ13 داخل، وات اكس بين العشرة والثلاثة عشر وات اكس ايكول تو 13. وصل للقطع الأخير مثلث، هذا ما طول أني وصلت قريب من المسند الأخير فما يحتاج أبدي من البداية اللي بديتها، أنا راح تصير عملية طويلة أبدي من البداية الثانية. بس إيش راح يصير السحبة منها؟ راح تصير عندي اكس المسافة بين الصفر والثلاثة، ليش؟ لأن أنا بديت بداية ثانية من الصفر لثلاثة، هذا على امتداد المثلث الأول. أيضا أسوي تشابه مثلثات أطلع الكيو نصف في القاعدة في الارتفاع هتطلع عندي الكيو الجديدة، اللود الجاي من المثلث الأخير، الأكزيال زيرو، الشير أكس تربيع زائد خمسة. هنا راح يصير عندي معادلة المومنت، طبعا هنا انتبهوا هنا تنعكس الاتجاهات،
الشير يصير الموجب لي فوق، الأكسيال لليسار موجبة، المومنت يصير بهذا الاتجاه الموجب، لأن أنا أشتغل بالرايت بيرشن، هناك تشتغل بالليفت، هنا بالجزء اليمين، بالجزء اليسار تختلف. وأيضا أسوي جدول من 3 حقول، شير الأكسيال والشير والبيندنج مومنت، ومن عدها أطلع قيم هاي القوى. أجي أرسم على الرسم، أجي على الرسم الأكسيال مصفر هو أساسا، الشير قلنا من الرياكشن البداية حيصعد دي 8، الرياكشن هاي نطلع 8، وتروح للجدول راح تلقاه 8. عندك حمل منتشر، طبعا من عندي حمل منتشر راح أخلي بالي بين راح يكون الشير مثلثات معادلة من الدرجة الأولى، صعد 8 أحدد الأخير هنا بالبي، أرجع للبي، أطلع للشير، أرجع للشير للجدول الأول، وين الشير بالنقطة بي يعني على امتداد 6، أرجع للجدول الأول، وين الشير بالستة 16. تلاحظون هنا هذا العفو بادي ب8 نازل ب16. ترسمون على السكاشن، ترجعون على السكاشن، تخلي بالك بين الحمل المنتشر يعطيك مثلثات، والقوة المركزة تعطيك معادلة أو رسم ثابت. من البي للسي حيبقى سالب 16، وصلت للسي راح يصعد شقد، يصعد شقد بالسي، أرجع للقطع الثاني أو للجدول الثاني بالسي، بالسي شقد راح يكون عندي سالب 26، سالب 26 راح يصعد عندي شقد سالب 26، حيصير عندي سالب 26 من 16 إلى صعد، صعد 10، صار سالب 26. وصلت للدي راح يلاقي قوة مقدارها شقد بالدي، قوة مقدارها طلعتها 49، موجب 49 ناقص 26، الباقي موجب 23، موجب 23. وعندي هذا أساسا تراينجولار لود، تراينجولار لود ايش راح يعطيني؟ هذا معادل من الدرجة الأولى، يعطيني معادلة من الدرجة الثانية بالشير، الرسم كيرف. طبعا ذني قيمهن موجودة بالسكشن، يا سكشن 1 2 3 4، السكشن الرابع راح أروح نقطة إي شقد، السكشن الرابع بنقطة إي شقد 14، بادي ب23 ومنتهي ب14. أروح للرسم بادي ب23 في ب14، حددت نقطة هنا، وأروح للسكشن الأخير هنا نشقد، السكشن الأخير 5، وتجي يجي رياكشن يعاكسه لازم يصفر، لازم من وصل النهاية ألقى قيمة نفس القيمة عكس الاتجاه حتى يصفر عندي، إذا ما صفر يعني عندي خطأ بالجمع ماتي أو بالأخذ بالمعادلات، معادلات القاس أو بطريقة الجمع أو بأخذ الإشارات أو القطوع، خطأ عندي خطأ لازم يصفر عندي بالنهاية. كملت رسم الشير، أجي على المومنت، المومنت معطول simply supported بالبداية صفر، لكن عندي أني مومنت بالبداية هو جاني خارجي 24، يعني يصعد 24 موجب، طبعا من يفر فر اتجاه عقارب الساعة موجب، يعني صعد عندك موجب زين. نصف في القاعدة في الارتفاع، أول مثلث راح يعطيني شقد نصف في 2 في 8، حصعد هنا شقد 32. ليش طلعت 2 3؟ طبعا نصف في 2 في 8، 2 في 8 في 2 16 على 2 شقد 8، أجمعها ويا ال 24 تراكمية وصلت 32. طبعا هنا أيضا نصف في القاعدة في الارتفاع، لازم يكون عندي سالب 32 حتى يصفر. ليش يصفر؟ طبيعي عندي internal hinge، الهنج ما بي مومنت لازم يصفر عندي بي. أيضا آخذ مساحة هذا المربع، يعطيني مومنت معادل من الدرجة الأولى قيمة شقد سالب 32، أيضا آخذ هذا راح يصعدني للسالب 84. هذني أنتم ما تعرفون شوية صعبة بين نطلع معادلة الكيرف، أنت طلعت هاي النقطة، يعني صعب تطلع مساحة الكيرف، طلعت هاي النقطة
طبيعي انا احط ببالي بين simply supported بالنهاية equal to zero، او تروح وين؟ او تروح للجداول. الجداول عندك جداول اللي تخص الحمل المثلثي، اشوف عندي صعد سالب 84 نزل سالب 24، يبدي بسالب 24 ينتهي بالصفر طبيعي. سالب 84 بالنص سالب 24 نقطة E وانتهى بالصفر، وهو المطلوب. وشكرا جزيلا.